شادي حسون، بدنا نقول لك مساء الخير وصباح الخير وكل الخير عبر موقع خبر عاجل وقريبا عبر جريدة خبر عاجل. أول شيء بدنا نقول لك نعاد عليك بالصحة والعافية يا رب، ونتمنى لك كل الخير والتوفيق والنجاح اللي دائما حصلت عليه، ولكن بنتمنى لك النجاح بالاستمرار بالنجاح. أول شيء في عندي تحية كتير كبيرة من كل جمهورك وكل محبينك وكل الفانز اللي بيعتبروا شادي حسون هي نجمتهم المفضلة، تفضلي ان كان عبر الفيسبوك او المنتدى او عبر قراء خبر عاجل، لانه اكبر عدد عندي قراء خبر عاجل هن من جمهور شذى حسون. وسوري انه ما كنا موجودين بحفلتك، كنا كثير مشغولين، فنحن بنشكرك على الدعوه. شذى، بدنا جمهوري كله حابب يعرف اول شيء ليش تم تاجيل الالبوم مع انه كان متزامن لازم يكون مع عيد ميلادك. صحيح. تم اول شيء اريد اشكرك لهذه المقدمة الحلوة، أريد أشكر كل الفانز وأمسي عليهم. بالنسبة للألبوم، صحيح كان متوقع أنه يكون يعني مع يوم عيد ميلادي، بس تم تأجيله طبعا الأسباب اللي معروفة، هي توقيت اليوم، يعني اليوم تركيز على الفترة الزمنية اللي بيمر فيها الوطن العربي، يعني ابدا مو لائقه لتنزيل البوم، لانه في الاسواق الناس مركزين على الاوضاع السياسيه مالتهم في اغلبيه الاوطان العربيه، فعشان كده في تركيز اكثر على الاغنيه، على الـ على الـ الوضع الراهن، وفي على الوضع، يعني الوضع مو زين. يعني انا صار لي اكثر من 4-5 اشهر بدي اشتغل على الالبوم، ما اريد احطه في توقيت يكون غير مناسب وغير ملائم، لانه التوقيت هو مهم جدا بالنسبه لكل فنان. صحيح. وللالبوم، فما اريد يروح هدر الالبوم وينسمع منه وينسمع بشكل كثير. نريد نسوي له يعني توقيع، حفل خاص للتوقيع، سواء ببيروت سواء بدبي بالكويت، يعني في اغلب الدول العربية تسويق يكون كبير، فهذا كله محتاج شوية شغل ووقت أكثر على ما الأوضاع شوي تتحسن، وبنفس الوقت تصوير كليب وتصوير كمان غير في الألبوم اللي قريبا جدا راح نسويه بين بيروت وبين دبي. شذا، الألبوم الأول يعتبر المولود الأول لإليك. أنا والدة قبل يعني عامله اكثر من سنجلات، يعني يطلع البوم يمكن اليوم حولد دزينه حتكونوا اسره، اليوم الاسره حينضموا بالبوم واحد، اسره اكثر يعني متناسقه بيناتهم. بعد 12 اغنيه حيكونوا فريق فوتبول، يعني 12 اغنيه جديده كلها، اكثر من مفاجاه في الالبوم، اكثر من فنان مهم كبير حيكون، عرفنا احلام حتكون موجوده. نعم. قديش هالشي بيساعدك انه نجم كبير مثل احلام موجود؟ شوف، سعيده جدا انه اختارتني من كثير فنانين تلحين اغنيه من هذا غير انه اللحن نفسه او كلحن بس انه فكره انه يكون في تعاون بيني وبين سب احلام. هذه اغنيه خليجيه طبعا. أغنية خليجية. شو اسمها الاغنيه؟ بعد ما حكررته. نعم. بس التسجيل حيكون ان شاء الله قريبا بمصر، وان شاء الله يحبوها الناس. وكمان في تعاون مع الفنان الكبير اللي بحبوه كلهم، ماجد المهندس، كمان صاحب الاحساس الزواق. قديش كمان هالشي بيساعدك انه مع ابن بلدك كمان في تعاون؟ شوف، انا سعيده، سعيده بي، سعيده بكل اللي بتعامل معهم. استاذ ماجد يعني فنان خلوق طيب جدا، شرفني تعاوني معه، بشرفني دائما، وعن جد بتمنى له التوفيق من كل قلبي. شذا، اذا سالنيك عن اولادك 12، في حدا سميتيه ولا بعد ما سميتيه؟ بعد ناطرة أبوهم ليش أبوهم، يعني اسم الألبوم سميت الألبوم. أمي هي شركة التوزيع اللي بعد ما قررت أي هي، هاليومين حتتقرر لنختار سوا أسماء الأغاني ولا أغنية؟ أسماء الأغاني، الألبوم، اسم الألبوم الأب الكبير، يعني اسم الأسرة. اسم ما سميته، ما محتارين بين أسامي؟ شوف، أنا عندي فكرة. شو هي؟ لا، ما حقول أكيد. أكيد لا، بدك تحرق لي الألبوم.
بس بحب يهمني انه اخذ رأي اكثر من. طب الاولاد ما سميتي ولا ولد من بلا اعطينا كم اسم بخبر عاجل اعطيك اسم واحد ايه مثل اللي حسن هي اغنية الامير بدر بن عبد المحسن والحان دكتور عبد الرئيس هي اغنية الكلام الجارح كلام عرفناها هاي مكتبنا عنا وشو بدك بدنا اسم تاني بليز بنوت هيدا الصفي بليز ما ابيك ما ابيك اوه حلو لقلي انا لا حلو حلو كتير كلماته الحان مين عصام كمال واسير حلو ميرسي على الخبريتين الحلوين كنت عم بمزح اول وحده ما بعرف يعني شذا نحن بدنا نتمنى لك توفيق البومك عن جد بس اللي كل هلا اللي عم يسمعونا بيقولوا يي زكريا لما سالت لشذا انه امتى بالضبط بده يصدر الالبوم فينا نقول له اكيد بالضبط ما حنقول لهم يمكن تقريبا يعني ممكن بمارس اخر مارس اخر مارس مع ولادة الربيع حلو مع 31 يوم فوزي بستار اكاديمي وهذا الفانس كلهم بيطلبوني بعد اوه ايه صح يعني اذا ما بميلادك في شيء مناسبة تانية مع ذكرى فوزي بستار اكاديمي اللي هي 30-31 مارس بتمنى شوف بتمنى بندعي كلنا انه الاوضاع ان شاء الله تهدى تصير وتهدى وتخف انا انا متحمسه اكثر منكم انه الالبوم يطلع ومناسبه حلوه كمان اكثر وهي مناسبه واكيد بدي اعزم كل الفانز في اليوم اللي حسوي ان شاء الله الحفل اطلاق الالبوم انه يكونوا متواجدين معي في هذا الحفل لاول ما حنختار ديت مالته رح تكونوا الاوائل حلو اللي حتعرفوا سمعنا انه حيكون لك تواجد بالستار اكاديمي 8 هالشي صح انا سمعتها وشبه مؤكده يعني الخبريه اه والله ان شاء الله ونحن اكيد نتمنى تكوني موجوده على مسرح السار اكاديمي لانه بتنور المسرح وانت بنت هذا المسرح شذا كمان بدنا نعرف شغله اليوم كنت عم تصوري فوتو سيشن لمجله خاصه كمان ناطرين منك جمهورك فوتو سيشن خاص حيكون الى الالبوم في فوتو سيشن خاص له عن مين صورتي بعد ما صور حصوره الاسبوع الجاي اها طيب بالنهايه نحن بدنا نتشكرك مش حنطول كثير عليك وبرجع بنقول تحيات جمهورك وبدي منك كلمه لجريده خبر عاجل العدد الاول اللي حيكون تزامنا اذا بدك مع يعني بعد عيد ميلادك بيوم أنا بتصور انا اول فنانه شفتي الجريده فان شاء الله يا رب يكون مصيره هيك حلو وجميل حبيت الفكره برج الحوت هو برج جيد يعني هي من برج الحوت صحيح برج الحوت فبتمنى لها التوفيق جميلة جدا بتوقع لها انه حتكسر الدنيا ان شاء الله بقول للفانز الله يخليكم ليا وعن جد بشكر موقع خبر عاجل الدعم الاول ليا واخباري للفانز وهم ما محتاجين هم لازم يكونوا متواجدين هم دائما متواجدين معي بحبكم كثير شلح الصمون